صباح الخير، جولة الأخبار الفنية مع روان. صباح الخير روان. صباح الخير روان. صباح الخير أيام، وصباح الخير نور، وصباح الخير لكل عم بيتابعونا لليوم بنشرتنا الفنية. رح نبدأ أيام ونور وأيضا مشاهدينا بالجدل والأسئلة حول إيقاف عرض مسلسل ابتسم أيها الجنرال على موقع يوتيوب، واللي أعلنت عنه قناة العربي 2 لأسباب تسويقية وتجارية بعد انتهاء عرضه الأول خلال شهر رمضان الفائت. كان تلفزيون العربي 2 حدد تاريخ 30 نيسان 2023 هو آخر يوم لمشاهدة المسلسل، وقال في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: لا تفوتوا فرصة مشاهدة جميع حلقات مسلسل ابتسم أيها الجنرال بجودة عالية على موقعنا الإلكتروني أو حتى على قناتنا على موقع يوتيوب. وذكرت شركة ميتافورا المنتجة للعمل السبب بأنه هناك منصات رقمية تواصلت معهم بخصوص شراء العمل الدرامي واللي حقق نسبة مشاهدات عالية، ولذلك كان لابد من إيقاف عرض المسلسل على قناة يوتيوب حفاظاً على حقوق النشر. مسلسل حقق انتشار عربي واسع، وكان في إشادات بأداء الممثلين العاملين فيه وقوة النص المكتوب، واللي بيتناول لأول مرة خفايا القصور الرئاسية في العالم العربي وأيضا الطريقة التي تدار بها الأمور من قبل الأنظمة السلطوية. نسب مشاهدات عالية تخطت الملايين على يوتيوب، وهذا الشيء اللي خلى الناس عن جد انه تتساءل انه ليش بده ينحذف، لانه في ناس لسه بعد ما شافت المسلسل، فكان لابد من الشركه المنتجه انه توضح الاسباب، ورح نعرف قريبا طبعا مين التلفزيونات اللي اشترت المسلسل ورح تقوم بعرضه واوقات العرض. ايضا بعد النجاح اللي حصده مسلسل الزنت، كان هناك اخبار عن العمل على جزء ثاني من قبل الجمهور، واكيد هذا الحكي بيتداول من محبه الجمهور للعمل، ولكن سامر برقاوي في اول لقاء حصري له مع اي تي بالعربي ظهر ليحسم الجدل حول الاخبار المنتشره عن انتاج جزء ثاني وينفي العمل عليه. ايضا تحدث برقاوي عن تفاصيل عديده بتجمعه بالفنان تيم حسن، وخاصة اللوك اللي بيختاروه مع بعض، وهو موضوع الشنب اللي بيظهر بكل شخصية. أيضا مفاجأة كانت هي الحديث عن عمل جديد بيجمعهم للعام القادم. الحديث كان عن عمل مشترك مع نجم آخر، سواء كان سوري أو حتى مصري، عم ينحكى بالموضوع، ولكن رفضوا أنهم يذكروا أسماء، لأنه سألته المذيعة إذا كان قصي ولا باس الخياط، خصوصي بعد مسلسله الأخير اللي رجع يمكن ينعرض لباس الخياط والثمن، في حكي بالموضوع ولكن ما نذكر اسم المشترك، كونه كان في تجارب اساسا عربيه، كان في اعمال مشتركه لنجوم ونجحت، ما بنعرف شو رح يكون. بس صار له زمان يعني تيم حسن هو النجم الواحد في المسلسلات تماما اللي عم يساويها، ولكن حابين يعملوا هيك شيء، اكيد رح نشوف الايام المقبله، وعلى الاغلب يمكن يكون برمضان العمل. خبرنا الاخير هو تصدر اسم الفنانة المصرية آمال ماهر منصات البحث على تويتر في مصر بعد إعلان الفنانة السورية أصالة إقامتها حفل جماهيري استثنائي بمتحف الحضارات بمصر. أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من اختيار أصالة لتقدم الحفل، إذ رأوا أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل هيك مناسبات مثل آمال ماهر وأنغام. أحد المغردين كتب أنه منطالب بآمال ماهر المطربة المصرية الأصيلة صاحبة أجمل صوت مصري أن تقوم هي بإحياء حفل المتحف. لماذا نذهب لأصوات غير مصرية في مناسبة مصرية وعندنا صوت من الذهب الخالص؟ الموضوع تعدى إطار المطالبة باستبدال أصالة بآمال ليصل إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر إطلاق هاشتاغ إلغاء حفل أصالة. أحد المغردين علق: يعني يوم ما بنعمل حفل بمتحف الحضارة المصرية منجيب مطربة سورية تحيي، فين أنغام، فين أمال ماهر، فين ريهام عبد الحكيم، فين العظيمة عفاف راضي. لكن أيضا هناك من دافع وغرد أنه أصالة بصوتها العظيم وإحساسها، التغريدة باسم إيمان على الأغلب أضافت للفن المصري شكلها مع صوتها وأغانيها هي ذكريات لنا، شاركتنا باحتفالاتنا وأحزاننا، كلمة شكرا قليلة عليكي، أهلا بيكي بوطنك الثاني مصر يا حبيبتنا. فردت علي أصالة، وهذا الرد كان اليوم عبر تغريدة، أنه أنا ازددت
ازدهرت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة. هذا كان رد أصالة طبعا على الهجوم. شفنا مثل ما شفنا على الشاشة كانت المطالبات أنه حتى أنه إلغاء الحفل، وكان في كتير يعني غريب موجة يعني بصراحة غضب، مع أنه هي نحن بنعرف يعني قد إيه إلى أصالة جمهور يعني بمصر وقد هي مصر أساسا هني. يعني محضضنت لأصالة بشكل كبير، وفعلا هي صارت تمثل يعني حتى اغلب اغانيها باللهجه المصريه اذا انتبهتوا، فهي تمثل هذا يعني الفن المصري، فهيك نوع من الهجوم، وهي يعني انسب من يغني بهيك حفله. صحيح، يمكن لانه المناسبه شوي مصريه وطنية. صار في غضب، هلا ما بنعرف شو رح يصير. كان رد أصالة كثير بسيط وعلقت على احد المغردات، يعني ما كان في تصريح رسمي بهذا الموضوع، وما زالت الاعلانات مستمره لحتى انه هي تحيي الحفل. لو نكون خلصت اخبارنا الفنيه لليوم، اكيد موعدنا بكره بنفس التوقيت. شكرا لك ايها منور، شكرا اكيد لمتابعينا.